أهلا بكم من جديد. في ملفنا الثاني، تكثف 6 أحزاب معارضة تركيا التعاون بينها في محاولة الإقصاء رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها بحلول العام 2023، مما يزيد الضغط على الرئيس في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع التأييد للتحالف الحاكم الذي يتزعمه. وقال المشاركون في المحادثات أن الأحزاب الستة تعتزم عقد اجتماعات أسبوعية للاتفاق على مبادئ مشتركة بحلول نهاية العام لتوسيع نطاق التنسيق بينها، ما يجعلها توجه ضربة لأردوغان. ويتراجع التأييد لحكومة أردوغان وسط انتقاد لإدارتها للمتاعب الاقتصادية مثل معدلي التضخم والبطالة المرتفعين وجائحة كورونا وحرائق الغابات والفيضانات. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية تتراوح بين 31 و33% من انخفاض من 42% من الانتخابات البرلمانية عام 2018. فما هي الأوضاع التي تدفع هذه الأحزاب إلى تجاهل خلافاتها والتوحد ضد أردوغان؟ ولماذا يريد الرئيس التركي إقالة محافظ البنك المركزي بعد 3 سبقوه في أقل من سنتين؟ وهل يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى إجبار أردوغان على إجراء انتخابات مبكرة في البلاد؟ 6 من أحزاب المعارضة التركية تحصي وقائع الفشل تحت سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، وتسعى إلى توحيد الصفوف لضمان رحيله في الانتخابات المقررة بعد عامين، أو حتى الاستعداد لانتخابات مبكرة إذا زادت الأوضاع الاقتصادية تدهوراً. الانطباع السائد في تركيا هو أن انهياراً اقتصادياً يمكن أن يدفع بأحزاب المعارضة إلى المطالبة بإقصاء أردوغان من السلطة، بدلاً من أن يقوم هو بإقصاء رؤساء المصرف المركزي واحداً تلو الآخر، كما ظل اقتصاد البلاد يسير في الاتجاه الخطأ. أحزاب المعارضة الستة تعتزم بعد 3 اجتماعات سابقة أن تنظم اجتماعا أسبوعيا لتوسيع فرص التنسيق فيما بينها لمواجهة حكومة أردوغان. وبينما تتراجع الثقة بهذه الحكومة إلى حد أن استطلاعات الرأي تقول إن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية الحاكم تراجعت إلى نحو 31%، فإن معدلات التضخم والبطالة والفقر وجائحة كورونا وحرائق الغابات والفيضانات تزيد في إضعاف موقف أردوغان وحزبه وحلفائه. وكان أردوغان أقال خلال 18 شهراً الماضية 3 محافظين للبنك المركزي وهو يستعد لإقالة الرابع، لأن أسعار الفائدة ما تزال عالية ولأن إجراءات التحفيز الاقتصادي لم تحقق الكثير. وتقف الليرة التركية على مشارف 9 ليرات مقابل الدولار، في حين كان اعتبار تجاوز حاجز 8 ليرات للدولار يعد دلالة على كارثة اقتصادية. أما التضخم السنوي فإنه يقف الآن على عتبة 20%. رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو اعتبر أن النهج الاقتصادي الذي يتبعه أردوغان ينمو عن جهل. وتقول ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير إن إقالة محافظ البنك المركزي قريبا أمر يتناسب مع نمط التنصل من المسؤولية المعتاد من أردوغان كلما اتخذ قرارات سيئة. أحزاب المعارضة الستة تقول إن تجمعها يمنح الناس الثقة بأن نظام أردوغان سيرحل في النهاية. لنقاش هذا الموضوع رحب ضيفي من اسطنبول السيد طه عودة أوغلو الباحث السياسي، ومن لندن السيد غسان إبراهيم المتخصص بالشأن التركي. مساء الخير، مرحبا بكما. أبدأ من اسطنبول معك سيد طه، بهذه الأحزاب الستة التي تتحد لمواجهة أردوغان وإسقاطه من السلطة في البلاد، بتصورك كيف تبدو فرصها وحظوظها فعلا؟ نعم، في بداية حياتي لك وضيفك الكريم والسادة المشاهدين، يعني من دون شك أعتقد حاليا نشهد حراك واسع من قبل المعارضة في الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل يعني الظروف وفي ظل التطورات التي يشهدها الحزب الحاكم. أقصد هنا بدء يعني الحملة الانتخابية مبكرا، بالإضافة إلى أن هناك إجراءات تتعلق بمواضيع أو قوانين دستورية مع دخول الدورة البرلمانية الجديدة. هناك تسابق لدى أحزاب المعارضة مدفوعة باستطلاعات الرأي التي
انتشرت مؤخرا ناهيك عن تطورات اقتصادية كما ذكرتم في التقرير. أعتقد المعارضة خلال الفترة الماضية تلات الانتخابات السابقة كان هناك دائما محاولات لكنها لم تنجح، يبدو أن هذه المرة تحاول يعني أن تجتمع على، لا أقول على مرشح فقط، ولكن على هناك صيغة مشتركة من أجل يعني الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان. لكن في المقابل إذا تابعنا الاستطلاعات الرأي التي انتشرت وظهرت مؤخرا، يبقى الرئيس رجب طيب أردوغان هو الرجل الأقوى والذي يتصدر هذه الاستطلاعات على الرغم من تراجع شعبيته في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية والتي تحدثت عن صحة الرئيس. لذا نلاحظ أن يعني السباق سوف يكون محموم للغاية، وبتصور أعتقد خلال الأشهر المقبلة خاصة مع طرح عدد من القوانين والملفات أمام البرلمان لمناقشتها وإقرارها خلال الفترة المقبلة والمتعلقة بالدرجة الأولى بالدستور الجديد. نعم. ما رأيك سيد غسان، هذا الاتحاد والشراكة لهذه الأحزاب الستة تحت عنوان وهدف إسقاط أردوغان، هل من حظوظ حقيقية أمام هذا التوجه؟ بالتأكيد هذا الأمر يعتمد على مدى التفاهم المطلق بين هذه الأحزاب على النقاط الأساسية بخوض هذه الانتخابات. أردوغان لطالما كان يستفيد من تشتت المعارضة واختلافاتها سواء الإيديولوجية أو السياسية، وأحيانا عدم شجاعتها على تبني رؤية واحدة متكاملة. هذه المعارضة لديها توجهات، هناك حزب الشعب الجمهوري، حزب علماني كمالي، يختلف مثلا بدرجة ما بحل القضية الكردية، مما يدفعه عدم دعم مثلا الحزب الكردي، حزب الشعوب الديمقراطي الذي دعم حزب الشعب الجمهوري. وبالتالي هذا التفكك وهذا التشتت في المراحل السابقة كانت نقطة انطلاق وسهولة لأردوغان ليبقى في السلطة، وتمكين حزب العدالة والتنمية بتحقيق أصوات محددة وتحالفه مع الحزب القومي. في الفترة الماضية كان أردوغان بارعاً وبراغماتياً بقضية تغيير التوجه العام بسياسته. تارة في السابق كان خطابه إسلامي محض يركز على الإسلاميين والمتدينين والمحافظين للتصويت له، عندما بدأ يشاهد أن الشارع التركي لا يثق بهذا الخطاب ولن يحقق له الأصوات، انحرف نحو الخط القومي وتحالف مع القوميين. بينما كانت المعارضة في الفترات السابقة غير قادرة على تحقيق هذا الأمر. اليوم هذا التوجه وهذا الاجتماع ووضع خطة استراتيجية لتكرار مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري أسبوعي أو أكثر من ذلك بقليل للوصول إلى مجموعة من النقاط الأساسية جامعة بين هذه المعارضة المختلفة بأيديولوجياتها وسياساتها، قد يساهم في الوصول في نهاية المطاف إما دعم شخص واحد لمواجهة أردوغان أو الوصول إلى صيغة ما أن يكتفي حزب ما بانتقاء هذا الشخص وباقي الأحزاب تقف داعمة له. نعم. بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، الخطوة اليوم هي إيجابية، وأعتقد أنها تؤثر اليوم بشكل مباشر على استراتيجيات الرئيس التركي. سيد طه، بتصورك إلى أي مدى مثل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وحالة التراجع القائمة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى أي مدى مثلت دافعا حقيقيا لهذه الأحزاب على تبايناتها لإيجاد هذه الصيغة والأرضية المشتركة للمضي تحت عنوان وشعار وهدف واحد؟ يعني أنا بتصور أعتقد الاقتصاد، ورقة الاقتصاد هي يتحرك بها أو تتحرك بها أحزاب المعارضة، خاصة كما تتذكر عندما جاء الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة في عام 2002 كانت البلاد مفلسة، هو دخل من بوابة الاقتصاد وحقق نجاحات كما تعلم خلال العقد الأول من فترة رئاسته كرئيس للوزراء، ومن ثم يعني حتى عام 2018 لاحظنا أن هناك تطور كبير في تركيا. ولكن من
منذ عام 2018 وإلى حتى اللحظة نلاحظ نعم هناك تدهور في الاقتصاد، هناك أسباب الجميع يعرفها، الأوضاع إن كانت كورونا أو بعض الأوضاع الأخرى فيما يتعلق بالتحركات التركية أو الاندفاع التركية في الخارج. لذا لاحظنا أن الحكومة التركية منذ بداية العام هي فطنت هذه النقطة، ركزت خلال الفترة الأخيرة على الماضية على الداخل التركي، وتعي تماما بأن الخارج هو مرتبط بالداخل، بمعنى ترطيب علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد هذه النقطة الأهم، لأن أي توتر في العلاقات التركية الأمريكية دائما يكون له تأثير على الاقتصاد كما شاهدنا خلال السنوات الماضية، أيضا مع دول الخليج كالسعودية والإمارات وأيضا مع مصر. لاحظنا أن هناك محاولات خلال الفترة الأخيرة الماضية بدأتها من مصر ومن ثم دول الإمارات العربية، وهناك محاولات للمملكة العربية السعودية. في حال نجحت الحكومة خلال الفترة المقبلة يعني قبل الانتخابات، ممكن أن تحاول قدر يعني الإمكان إدخال يعني بعض الاستثمارات وإدخال إنعاش الاقتصاد في الداخل التركي. ولكن في حال استمر الوضع كما هو عليه، أعتقد سوف تكون الأمور صعبة بالنسبة للحكومة التركية، وهذه سوف تكون ورقة يعني جاهزة للمعارضة لاستخدامها ضد الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة. سيد غسان، أشرت للمسافات الواسعة والتباينات الحاضرة بين هذه الأحزاب الستة المختلفة، هل تفلح فعلا بتبديد هذه الخلافات والتباينات، جسر هذه الفجوة بينها على أرضية وعنوان إسقاط السلطة وإسقاط أردوغان؟ بالتأكيد هذا الأمر يتوقف على عامل أساسي. أعتقد أن استطاعت هذه الأحزاب في مرحلة متقدمة انتقاء رجل واحد والوقوف خلفه لمواجهة أردوغان، عندها بإمكانها أن تخلق فارق كبير. أما إذا فشلت في هذا الأمر وبقي هناك أكثر من مرشح، أو تشتتت هذه الأصوات، أو لم تفلح مثلا الأحزاب العلمانية والقومية كالحزب الصالح وحزب الشعب الجمهوري للتفاهم على حل القضية الكردية، وبالتالي تجيش أكراد تركيا للوقوف معهم في مواجهة أردوغان، فبالتالي هناك يعني تساؤلات كثيرة على مقدار ما سوف تتوجه هذه الأحزاب به لمواجهة الانتخابات. في نهاية المطاف الانتخابات تتطلب أن يكون هناك مرشح قوي بمواجهة أردوغان، بالإضافة يترتب ذلك من حشد الصفوف ويعني تقليل الفوارق والاختلافات الكثيرة التي بينهم، نعم، لتغيير النظام. وهناك رغبة بين كل هذه الأحزاب بالعودة إلى النظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي الذي ثبت فشله وجعل البلاد تتجه نحو نوع من الدكتاتورية وإخراج قدرة البلاد على إدارة المسائل والأزمات، ولا سيما أن أردوغان خلال السنوات الماضية كل الأزمات التي واجهته لم يفلح بإدارتها. حتى قضية الحرائق تبين أن تركيا بكل ما لديها من إمكانات غير قادرة على توفير طائرات لمثل عملية إطفاء الحرائق. نعم. الاقتصاد الذي نشاهد أن إدارة أردوغان كلما تدخلت بالبنك المركزي كلما هوت الليرة، وبالتالي هناك معطيات كثيرة تحث هذه الأحزاب لتتفاهم على مواجهة أردوغان في الانتخابات. لكن سيد غسان، بهذه الأحزاب وبينما تقول بأنها ستمضي إلى عقد مشاوراتها بشكل أسبوعي ولقاءاتها لبلورة هذا التصور، إلى أي مدى يعكس بأنه الأمر ربما يظل في مربع مبكر وتظل هذه الصيغة غير ناضجة بعد؟ هو بالتأكيد حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء يؤشر أن هناك رؤية ناضجة جامعة توحد هذه الأحزاب لمواجهة الحزب الحاكم أو الانتخابات الرئاسية لمواجهة أردوغان. حتى هذه اللحظة هناك فوارق، اختلافات، رؤى إيديولوجية، وهناك أيضا أحزاب جديدة صغيرة ظهرت، كانت انشقت عن حزب العدالة والتنمية كحزب أحمد داوود أوغلو وحزب علي بابجان، وأيضا الأحزاب التقليدية الحزب الكردي والحزب الشعب الجمهوري وحزب الحزب الصالح القومي المعارض، وبالتالي هناك رؤى كما نشاهد مختلفة وتوجهات متعددة، وأيضا هناك الحزب السعادة الحزب الإسلامي يعني المحافظ الذي بدأ ينشق أو يختلف رؤيته
للحل في تركيا عن رؤية أردوغان، وبالتالي هذا يظهر مدى يعني التنوع والاختلاف والخلافات العميقة بين ليس فقط الأحزاب المعارضة ضمنها، بل حتى ضمن التحالف الحاكم، حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لديهم خلافات، ولكن كون أن أردوغان لديه القدرة والبراغماتية يستطيع حتى هذه اللحظة يحافظ على هذا التحالف. ما مدى قدرة هذه المعارضة على تجاوز خلافاتها ووضعها جانبا أو الوصول إلى تفاهمات يعني اضطرارية عاجلة للوصول إلى الانتخابات والوصول إلى إمكانية تشكيل جبهة متكاملة للدخول هذه الانتخابات وتحقيق هدفها الأساسي؟ هذا يبقى تساؤل كبير، بالرغم من أن هذه البادرة بادرة جيدة وخطوة متقدمة جدا عن الخطوات والسنوات والتجارب الماضية. حتى وإن ظلت الصيغة غير ناضجة بعد سيد طه، البعض مضى اليوم للقول بأن المعارضة والأحزاب تجرب شيئا لم يجرب من قبل في المشهد القائم، وحتى أيضا وإن كانت بعض استطلاعات الرأي تعطي الأفضلية للحزب الحاكم وللرئيس أردوغان، إلى أي مدى هذا التوجه وهذا التصور لدى هذه الأحزاب ومحاولة جسر الفجوات يمثل مصدرا حقيقيا للقلق والخشية من تغير المعطيات على الأرض فعلا؟ يعني انا بتصور اعتقد يعني تحدثنا نحن منذ عام 2002 ولا حتى هذه اللحظه، الرئيس اردوغان هو لم يخسر اي انتخابات في السابق. نعم هناك المعارضه استفاد هو من تشتت المعارضه ولا حتى هذه اللحظه على الرغم من توحدها خلال الفتره الاخيره الماضيه، ولكن تابعنا خلال الايام الاخيره الماضيه هناك بعض الاصوات قبل فتره، هناك الاعلان عن كمال كليشلار اوغلو رئيس او زعيم حزب الشعب الجمهوري ترشيح نفسه لمواجهة الرئيس أردوغان، وهذا سوف تكون هي كارثة بالنسبة للمعارضة، لأن الرئيس أردوغان هناك فرق شاسع ما بين الرجلين وبين الشخصين خلال الفترة الأخيرة الماضية. هناك بعض الأصوات تقول عن أكرم إمام أغلو، هذا الرجل رئيس بلدية اسطنبول الذي يعني نجح في كسب اسطنبول خلال عام 2019، لكنه فشل خلال الفترة الأخيرة الماضية بعض الأمور المتعلقة بعدم نجاحه في إدارة اسطنبول، فكيف به بإدارة البلاد، خاصة إذا تحدثنا على أن تركيا منخرطة بملفات إقليمية صعبة. أعتقد الأصعب بالنسبة للرئيس أردوغان وهو حتى هذه اللحظة رئيس بلدية أنقرة وهو يواش، يعني هذه الأصوات تتحدث أنه هو الرجل الثاني بعد الرئيس أردوغان في هذه الاستطلاعات. آخر استطلاعات تحدثت عن تراجع شعبية الرئيس أردوغان، لكنه يبقى المتصدر بنسبة 39%، أما يواش هو حصل على 13%، هو في المرتبة الثانية. لكن إلى حظها هذه اللحظة على الرغم من المحاولات التي تقوم بها المعارضة، لكن هناك لا توجد رؤية واضحة أو لا توجد هناك رؤية موحدة في الخطوات القادمة التي سوف تقدم عليها. مرة نسمع هناك رفضها للدستور، يعني قبل فترة قبل سنتين كان أصوات من قبل حزب الشعب الجمهوري ممثلة برئيسه كليشتار أوغلو تحدث عن ضرورة موافقتها على تعديل الدستور، ولكن قبل يومين لاحظنا هناك جدل كبير في بعض تغيير بعض المواد والمواد الأربع الأساسية في الدستور التركي، والتي تعتبر من قبل المعارضة هنا والعلمانيين بشكل خاص بأنها هي خطوط حمراء. هناك أيضا بعض الأصوات الأخرى المتعلقة يعني في، لا أقول مثلا حزب الشعب الجمهوري، هناك مثلا موضوع مرال أكشنار يعني القومية، هناك اختلاف في وجهات النظر مع الأكراد. يعني حتى هذه اللحظة لا نلاحظ أن هناك ترابط ما بين الطرفين. نقطة أخرى مهمة، وأيضا حزب السعادة الإسلامي الذي فقد قبل أيام وهو الرئيس المؤسس لحركة الملي جورش هنا في تركيا، هناك بعض الأصوات تتحدث هو يميل إلى المعارضة، لكنه إذا حاول الرئيس أردوغان تعديل بعض الأشياء ويقصد هنا سياسته الأخيرة ممكن أن ينضم إلى تحالف الحزب الحاكم. لذا أعتقد أن الصورة بالنسبة للمعارضة غير واضحة وضبابية للغاية. وأيضا هناك عامل آخر يجب علينا ألا ننسى، الموضوع العامل الخارجي، الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث قبل فترة أن الرئيس بايدن تحدث على أنه سوف يدعم
المعارضة ومنذ تقريبا يناير وإلى حتى هذه اللحظة نلاحظ أن الخلافات لم تتوقف ما بين الطرفين. لذا الحكومة التركية تحاول بالدرجة الأولى وهي ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعي تماما أن هذه السياسة الأمريكية سوف تستمر إلى حين موعد الانتخابات البرلمانية في عام 2023، وأيضا لا تريد أن تنعكس على الداخل التركي. سيد غسان، حتى بالرغم من الأزمات المتفاقمة على أكثر من مسار في البلاد، لأن استطلاعات الرأي وين بانخفاض تظل تعطي الرئيس أردوغان الأفضلية، هل يجعل هذا من مهمة هذه الأحزاب أن تكون صعبة فعلا ويجعل من حظوظها تكون أضيق؟ بالتأكيد، يعني في ظل النظام الرئاسي اليوم التحديات التي أمام المعارضة تزيد بكثير عما كانت عليه سابقا. عندما كان هناك التنافس بين الأحزاب كان ربما كانت المهمة قد تكون أسهل، اليوم هي منافسة بين أشخاص تقف خلفهم أحزاب وتكتلات وتحالفات حزبية، فبالتالي هذا الأمر يجعل هناك نوع من الخلاف داخل حزب الشعب الجمهوري، من سوف يختاره كمرشح رئاسي. رئيس الحزب بالتأكيد هو يرغب أن يكون هو المرشح، بينما هناك شخصيات ضمن هذا الحزب كأكرم إمام أوغلو له شعبية بشكل أو بآخر، إذا منح يعني الدعم الحزبي الكافي بإمكانه أن يحقق فارقا. هو استطاع لأول مرة أن يحقق انتصار في بلدية إسطنبول والوصول إلى سحبها من يد حزب العدالة والتنمية، والجميع يتذكر أن أردوغان وصل إلى الحكم من بوابة بلدية إسطنبول، وبالتالي هذا جعل هذا الرجل بإمكانه أن يعيد الكرة من جديد، ولكن هذه المرة لحساب المعارضة. ولكن ربما الخلافات الحزبية داخل حزب الشعب الجمهوري جعلت يعني قللت من الدعم الحزبي لهذا الرجل وتفككت الصفوف. هناك أيضا رئيس بلدية أنقرة شخصية ناجحة واستطاعت أن تحقق فارق كبير بإدارتها لمدينة أنقرة أو العاصمة أنقرة، وبالتالي من هذا المنطلق هذه الخلافات ربما بعض منها الشخصية وبعض منها السياسي وبعض منها إيديولوجي جعل من المهمة اليوم أصعب بكثير، لأنهم اليوم عليهم أن يقدموا رجل جديد يستطيع أن يزيح أردوغان ويقدم ويقنع الشارع يعني التركي بمختلف تياراته ومختلف رؤاه، حتى اختراق صفوف حزب العدالة والتنمية. سيد غسان، ماذا عن البعدين الإقليمي والدولي والانعكاسات على حسابات الداخل فعلا؟ هل بتصورك يفلح أردوغان بتبريد بهذه العلاقات مع الإقليم، والأهم تبريدها مع واشنطن؟ تابعنا بالأمس هذا العرض التركي لعقد هذه الصفقة العسكرية وشراء المقاتلات الأمريكية، هل تكون مدخلا ربما لترطيب العلاقات أم ماذا؟ هو بالتأكيد يعني أردوغان يشعر أنه توسع أكثر مما يستطيع إبقاء سيطرته عليه، دخوله على الملف السوري والملف الليبي ولملفات أخرى وتصعيده في على أكثر من جبهة، شعر بمرحلة من المراحل أن هذه اللغة إذا استمرت سوف تنعكس بشكل خطير جدا على نفوذ حزبه وعلى نفوذه في الانتخابات المقبلة، دفعه ليتراجع نحو الخلف وتجميد بعض هذه الجبهات والانتقال إلى بروباغندا أن تركيا العظيمة استطاعت أن تصل هنا وهناك، بمعنى دغدغت مشاعر القوميين دون أن أن يحصد الخسائر الحقيقية، لأن كل هذه المعارك الخارجية بشكل أو بآخر لم تحقق أهدافها النهائية. لذلك عملية التجميد هو محاولة لقطف ثمار هذه العمليات الخارجية داخليا، داخل حزبه، داخل جمهوره، داخل صفوف القوميين، وهي نسبة كبيرة من الشارع التركي بالقول أن أردوغان يحاول إعادة أمجاد ما يسمى بالعثمانية والعثمانية الجديدة، وبالتالي كل ذلك له أبعاده الداخلية بمقدار ما لها آثاره الخارجية. بنفس الوقت هناك أعباء كثيرة، هذه المعارك وهذه الأزمات الخارجية التي شنها أردوغان تكلف كثيرا، والاقتصاد التركي اليوم ليس قادر على حمل مثل هذه الأزمات بالإضافة إلى أزماته الداخلية. وقت حلقتنا أنت، أشكرك جزيلا الشكر من لندن السيد غسان إبراهيم المتخصص بالشأن التركي، من أسطنبول السيد طه عودة أوغلو الباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما. وصلنا للختام، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.